اهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الثانية والفرض الثاني للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثاني، غنشوفوا نموذج للفرض الثاني الدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثاني مادة اللغة العربية. إذا فروض المرحلة الثانية أو ما يسمى أن الفرض الثاني الدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثاني مادة اللغة العربية، نموذج غتلقاو كالعادة على شكل PDF في الوصف. إذا نبداو السؤال الأول، أكون من المقاطع كلمات وأكتبها. انطلاقا من مقاطع نكون كلمة ونكتبوها في هذه الخانة أنط بيسا. إذا شنو الكلمة اللي نحصل عليها؟ بيسات. إذا سنكتب، إذا ماذا سنكتب؟ بيسات بيسات. إذا عندنا الكلمة الأولى بيسات. نشوف المقاطع الثانية، عندنا نون ما ألف همزة. إذا الكلمة التي سنكتبها أمان أمان أمان، نعم سنكتب أمان. إذا بالنسبة كسبنا بالنسبة المقاطع الثانية، ننتقل إلى المقاطع بالنسبة الكلمة الثالثة عندنا ثانيق. إذا الكلمة هي ميثاق. إذا نكتب ميثاق ميثاق نكتب ميثاق. إذا سلينا السؤال الأول، ننتقل إلى السؤال الثاني. أرتب الكلمات التالية لأكون جملة مفيدة. إذا انطلاقا من الكلمات أرتبهم باش نحصل على جملة مفيدة عندها معنى. إذا عندنا في، أتربى، أتعلم، ومدرستي. إذا ممكن نبدا أتربى أو أتعلم. إذا هنا كيكون عندنا واو العطف. إذا أتعلم وأتربى في مدرستي. إذا سنكتب الجملة، إذا أتربى، إذا نكتب أتربى وأتعلم أين؟ في مدرستي. وأتعلم في مدرستي، وأتعلم في مدرستي. إذا كتبنا الجملة، رتبناها، أتربى وأتعلم في مدرستي. نمشيو كلمات تالية، رتبوهم باش نحصلوا على جملة. عائشة مصنوعة محفظة قماش من. إذا نقولوا محفظة، هنا جملة اسمية، هنا كتبنا جملة فعلية. محفظة عائشة مصنوعة من قماش. إذا سنكتب جملة، إذا محفظة، إذا محفظة عائشة. إذا عائشة هنايا هذه غير هنا كلمة، يعني محفظة. إذا محفظة هنا عندنا مبتدأ وخبر، محفظة عائشة. إذا نكتب هنا عائشة مصنوعة، إذا مصنوعة مصنوعة من قماش، من قماش، إذا من قماش. نعم إذا كتبنا جملة الثانية، محفظة عائشة مصنوعة من قماش. إذا هنا عائشة، إذا عائشة، إذا مصنوعة، هنا مصنوعة، هنا خبر، من قماش، هنا عندنا كسرتين تحت جار ومجرور. إذا ننتقلوا السؤال الموالي، سؤال ثاني. املأ الفراغ بما يناسب، عندنا مجموعة الكلمات، إذا نحاول نملأ بهم الفراغ باش نحصل على جملة مفيدة. هنا عندنا حديقة، النظام، بيتي، أتعلم في المدرسة ماذا؟ إذا يكون عندنا شي حاجة فيها مفعول به منصوب. إذا أتعلم النظام، أتعلم ماذا؟ النظام، أتعلم النظام، إذا أتعلم النظام. أحب مدرستي لأنها ماذا؟ لأنها بيتي الثاني، لأنها بيتي الثاني، لأنها بيتي الثاني، لأنها بيتي الثاني. لا أتلف ماذا؟ لا أتلف حديقة، لا أتلف حديقة. إذا لا أتلف حديقة ماذا؟ لا أتلف حديقة مدرستي. نعم إذا ننتقل دابا السؤال الثالث، أصل بخط الكلمة وجمعها. إذا هنا نحاول كل كلمة نصلها بالجمع ديالها. إذا شنو عندنا هنايا بالنسبة مدرسة، قلم، بيت. مدرسة جمعها ماذا؟ مدارس. بالنسبة قلم جمعها أقلام. وبالنسبة البيت جمعها بيوت. نعم أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الثالث، وحول الجملة التالية، المعلم يشرح الدرس إلى ما هو مطلوب.
المعلمان ماذا يفعلان؟ يشرحان الدرس. إذن يشرحان ماذا؟ يشرحان الدرس. إذن المعلمان يشرحان ماذا؟ يشرحان الدرس. إذن كتبنا الجملة الأولى، المعلمان يشرحان الدرس. المعلمتان، هنا التأنيث، تشرحان. إذن نكتب تشرحان الدرس. إذن تشرحان الدرس. إذن كتبنا، إذن بالنسبة هنا عملنا التحويل، المعلمان يشرحان الدرس والمعلمتان تشرحان الدرس. نعم سرينا السؤال الثالث، ننتقل إلى سؤال الخط. إذن حاولوا تخرجوا الورقة وتدربوا على هاد، عنا كلمات مبرات نظام، والجمل التالية، محفظتي نظيفة وجميلة بها دفتر وأدوات، وكذلك أتناول الفواكه والخضر وأمارس الرياضة، وكذلك عندنا الإملاء، إملاء الفراغ بتاء أو ضاد أو ضاء أو صاد. دخلت إلى ماذا؟ دخلت إلى الفصل. إذن هنا عندنا حرف الصاد. إذن دخلت إلى ماذا؟ إذن هنا دخلت إلى الفصل. إذن دخلت إلى الفصل. إذن هنا كتبنا عندنا حرف الصاد، دخلت إلى الفصل. بنظام. إذن هنا شنو عندنا؟ ضاد. بنظام. إذن دخلت بنظام. إذن دخلت بنظام. وجلست. إذن وجلست. إذن عندنا هنا التاء مبسوطة. وجلست. إذن أمام ماذا؟ من. إذن وجلست أمام من ضدتي. إذن هنا عندنا الحرف الأول، إذن ض من ض ضتي، وهنا عندنا تاء، إذن عندنا من ضدتي. إذن وجلست أمام من ضدتي. نعم أحسنتم، ننتقل إلى السؤال ما يملي عليه الأستاذ. إذن هنا الإملاء، وبهذا نكون سلينا التصحيح ديال هذا النموذج. أتمنى نكون فزتكم، شكرا وإلى اللقاء.